السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد حول كيفية تخطي نمط الحماية كوتشيما أو الباسورد للدخول إلى الهاتف. في هاتف من نوع ريالمي 11 برو بلس 5G، هذا هو الهاتف. سأريكم الإعدادات، هذا هو إذن ماذا نفعل؟ نقوم بإطفاء الهاتف بالضغط على زر الباور وزر رفع الصوت هكذا، ثم نعمل ريستار للهاتف، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على زر خفض الصوت، نبقى ضاغطين لنقوم بفرمطة هذا الهاتف. هكذا نختار الإنجليزية ثم فورمات داتا، نقوم بإدخال هذا الرقم المبين على الشاشة 38 28، ثم فورمات هكذا، ثم على أوكي. وننتظر. اختيار اللغة، نتركها إنجليزية، ثم على Next، ثم هكذا Continue، ثم نؤشر على هذا، ثم على Next، ثم Next. ثم نقوم بإدخال كلمة مرور
ثم هذا next. ما نكوبيه دونت كوبي ثم على انيوري ثم انيوري ثم بليس بليس اكسبتي ثم انيوري ليطار ثم هكذا ثم على سويفون سويفون اطاريزي ثم هكذا كما تشاهدون قمنا بتخطي كما قلت لكم كوتشيما او كلمة مرور للدخول الى الهاتف. هكذا خطوات بسيطة. لا تنسوني بإعجاب الفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم دائما الجديد أول بأول. أراكم في فيديو قادم بحول الله. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.